بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رام تشاندرا بوديل رئيس نيبال الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سمو رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولنيبال وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. كما بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رام تشاندرا بوديل رئيس نيبال الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.